في خطوة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية، ألزم حاكم ولاية ماساتشوستس شارلي بيكر جميع الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما على تلقي لقاح الإنفلونزا استعدادا لبداية الدراسة. لهذا خرجت مظاهرات حاشدة عند مقر الرئاسة ومحكمة بوسطن الفيدرالية مطالبة بيكر بإلغاء قراره. وقال المتظاهرون إن من حق الوالدين اختيار ما يفعلونه بأبنائهم، كما رفعوا لافتات ترفض قرار حاكم الولاية. لدي 7 أطفال، وفي رأيي يجب أن أكون أنا الشخص المتحكم فيما يخص أبنائي، وأقرر ما يدخل في أجسادهم ومتى، وليس الحكومة. الأمر يعد تجاوزا من الحكومة، ولا أعتقد أنها ستنتهي عند هذا الحد. ستبدأ بلقاح الإنفلونزا، ثم ستبدأ في فرض أشياء أخرى كلقاح كورونا الذي لا يريده كثيرون لأنه ليس آمنا الآن. ويقول مسؤول الصحة في الولاية إن الحصول على لقاح الإنفلونزا أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن الأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، وسيساعد منع انتشار الإنفلونزا في إنقاذ الأرواح والحفاظ على موارد الرعاية الصحية. We need to fight for our